ليتك تفسرين لي ما أرى. هذه بيوت بني خفاش؟ لا يوجد عند العرب قبيلة باسم بني خفاش يا أستاذ. إذن ما قصة هذه البيوت الثلاثة؟ ولماذا نقشوا صورة الخفاش شعارا على باب كل منها؟ لأن هذا البيت الأول الكبير هو بيت النحوي الشهير أبي الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد. عرفته، هو مشهور في كتب النحو باسم الأخفش الأكبر. أصبت. والبيت الأوسط؟ البيت الأوسط هو بيت الأخفش الأوسط أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي. يا إله، ما أطول اسمه. بربك أنسة قواعد، ألم يكن المؤرخون لابقين حين اختزلوا كل هذا الاسم الطويل بكلمتين فقط، الأخفش الأوسط؟ بقي عليك أن تعرف اسم صاحب هذا البيت الصغير. حتما هو بيت الأخفش الأصغر، علي بن سليمان بن الفضل. كيف عرفت؟